سلسلة تاع معادلات، معادلة من الدرجة الأولى، وفي السنة الرابعة غادي ندرس معادلة الجداء المعدوم، وغادي نتعرفوا على معادلة الجداء المعدوم. باش نحل معادلة الجداء المعدوم، تبع معايا، باش نحل معادلة الجداء المعدوم لازم نكون نعرف محل هذه المعادلة. هذه المعادلة درسناها في السنة الثانية ودرسناها في السنة الثالثة متوسط. لاحظتوا معايا عندنا اكس زائد 2 تساوي الصفر. قال لك حل المعادلة. شو معنى حل المعادلة؟ معناه ايجاد قيمة اكس التي تحقق لنا الطرف الثاني. شو عندنا؟ شو العدد اللي نديره في بلاصة اكس زيده 2 يعطينا الصفر. شو ندير؟ لاحظ معايا احنا في السنة الثالثة درسنا خواص المساويات. باش نحل المعادلة احنا من بعد غادي نختصروها. اكس زائد 2 تساوي الصفر. شو عندي؟ عندي اكس هاي اكس زائد 2 تساوي الصفر. شو ندير؟ هذه الاثنان نضيف لها ناقص 2. كي نضيف منها ناقص 2 منها شو ندير؟ ناقص 2. شو تصبح لي؟ تولي لي بهذا الشكل اكس زائد عفوا شو تولي شو تعطينا؟ اكس تساوي ناقص 2. ومباشرة احنا غادي نقول هذه زائد 2 كي ننقلها شو تولي لي؟ تولي لي ناقص 2. هاي اكس زائد 7 تساوي الصفر. اكس ماذا يساوي؟ هذه الناقص 7 كي ننقلها من شو تولي؟ تولي زائد 7، بمعنى زاد 7 من وزاد 7 من. اذا القيمة تاع اكس هي 7. نعوض هنا ناقص 2 زائد 2 تعطينا صفر، تسمى الحل ناقص 2 هو صحيح. 7 7 ناقص 7 تعطينا صفر، اذا الحل تاع ناقص 7 راه صحيح. نروح للمعادلة الثانية، 5 اكس زائد 4 اش قلنا؟ نزيد 4 من ونزيد 4 من، عفوا نزيد ناقص 4 من وناقص 4 من. هذه كي نقلها من شات تولي لنا؟ تولي لنا ناقص 4. دروك خاصنا قيمة اكس، ما خاصناش 5 اكس، خاصنا قيمة اكس. اش ندير؟ نقسم على 5 من ونقسم على 5 من، إذا اكس تساوي ناقص 4 على 5. في الأخير 9 اكس شا تساوي؟ تساوي 7. الاكس ماذا تساوي؟ 7 على 9. هذا هما حلينا المعادلات البسيطة. دروك روح معايا لمعادلة الجداء المعدوم. شا معنى جداء معدوم؟ بين القوس ذا والقوس ذا شا كاين؟ شا العملية؟ ضرب. هاو جداء شا راه يساوي؟ صفر. جداء معدوم. شا ندير؟ لاحظتوا معايا غادي نبسطوها هنا. في بي تساوي الصفر، حيث أ و بي شيكونوا عبارات. ها هي الأ، الأ تاعي هنا شكون؟ هي 3 إكس زائد 6، والبي شكون؟ إكس ناقص 5. باش أ في بي تساوي الصفر، وين تتكون تساوي الصفر؟ هنا شاد وين تتساوي الصفر هذي؟ أ في بي تساوي الصفر. كيف تحسب؟ كيف تعرف أنت بلي هذي تساوي الصفر؟ ما ننشرش. انت خلينا من ذي رانا هنا في الأ في البي تساوي صفر. يكون عن الأ والبي كان ضربهم في بعضهم يعطونا صفر، بمعنى هذا شحال لازم يكون؟ عدد. عدد شكون هو ذا العدد؟ اثنان. هذا شحال لازم يكون باش تساوي صفر؟ صفر. بمعنى أن البي تساوي صفر، كي يكون بي في صفر مهما كان هذا العدد الأ. 2 10 جذر 5 7 7 اكس الى اخره، كي تضربها في الصفر يعطينا صفر. فقط البي لازم يكون يساوي صفر؟ لا. لا ايضا او شكون ثاني لازم يكون صفر؟ الا تساوي الصفر. صفر في بي يعطينا صفر. دروك هذا الا والبي لازم مع بعض يكون يساوي صفر ولا لازم واحد فيهم؟ واحد فيهم. اذا على هذه نديرو شنو نديرو؟ نديرو او. دروك نروح نحل المعادلة تاعي مع استعمال الروابط اللازمة. شا عندي؟ نجي هنا ندير خط، قاتش عندي قوس قوس، نكتب معناه إما نقولوا يا هذا ولا هذا. إما هذا جيبه هنا شا يعطيك؟ إكس ناقص 5 تساوي صفر، أو هذا جيبه منا 3 اكس زائد 6 تساوي صفر، ولا ذا تجيبه من وذا تجيبه من. صحيح. دروك شنو ولات لي؟ ولات لي معادله بسيطه كيما هذا. نقدروا نحلوه ولا ما نقدروش؟ نقدروا. اكس فيها مضروب
في الواحد ثم اكس مباشره نكتب ومنه اكس شحال تساوي هذا كي نقلها من اش تولي لنا 5 نجي هنا الاكس فراه مضروب في 3 نكتب اي هذو الروابط اللي غنديروهم اش ندير 3 اكس تساوي هذا كي نقلها من ناقص 6 الاكس ماذا تساوي ناقص 6 على 3 اذا الحلان شكون هما ما نحسبش ناقص 6 على 3 نقدر نحسبها شحال تساوي ناقص 2 ولا نخليها شحال عطينا الحلان دونك نصلح نكتب اذا للمعادله حلان هما شكون هما الخمسة والناقص 2 هذا المعادله الاولى نروح دروك للمعادلة الثانية شكون هي؟ ناقص 2 إكس زائد 7 في 3 إكس ناقص 5 شا تساوي؟ أسف شا قلنا؟ معناه ممتاز إما شا قلنا ديرو؟ ديرو خط أو أي شا نكتب منه؟ تساوي صفر ومنا تساوي صفر من بعد شنو نديرو نحلو الاكس فارها مضروب 3 اش قلنا نكتبو نكتبو ودير كوا منه ها هو عاد المضروب اش نكتب اي 3 اكس اش تساوي 5 ومنه الاكس اش تساوي 5 على 3 نجي منا اش نكتب اي اكس يساوي ناقص 7 على ناقص 2 ناقص على ناقص شنو يعطينا 7 على 2 خليها خلوها كسر عدد ناط اذا نحلوا معادله واحده اخرى مفهوم هنا سهله 2 اكس والاكس ناقص 4 تساوي الصفر اي زيد شنو نكتب معناه اما او زيد منه نكتب مباشره ومنه اكس شحال تساوي 4 وهنا اي شا تساوي واحد ومنه على 2 هنا اذا هما شكون الربعه والواحد على 2